السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. جملة من التحركات الاحتجاجية تابعناها البارح في الليل، عدد من المناطق كان فيها احتجاجات نحكيه على صدامات بين الأمن والمظاهرين في حي التضامن البارح على خلفية وفاة تلميذ عمره 17 عام مالك متأثر بإصابته بعد ما تعرض إلى الضرب منذ شهر تقريبا من قبل أمنيين، حسب الأخبار اللي جينا من حي التضامن ونتابعوا فيها في وسائل الإعلام والتصريحات اللي نتابعوا فيها على وسائل التواصل الاجتماعي. دخل في غيبوبة عنده شهر في المستشفى والبارح توفي، فأثناء تشيع الجنازة متاعه كان فما كر وفر بين المتظاهرين اللي كانوا غاضبين بسبب تعرضه للضرب من قبل أمنيين حسب تعبيرهم هما، وصارت البارح صدامات في حي التضامن وكذلك حتى في حي الانطلاقة. أيضا شفنا زادة فيديوهات في الليل البارح على خلفية الاحتجاجات اللي صايرة في حي التضامن أيضا، فبالتالي شوارع ومفترقات حي التضامن وحي الانطلاقة كانت فما احتجاجات ليلية، كانوا فما عشرات الشبان اللي خرجوا بسبب وفاة الشاب مالك الله يرحمه وينعمه في ظل حضور أمني مكثف البارح. كان فما كر وفر والمنطقة والشوارع متاعها كانت شهدت مناوشات بين الشباب المحتج والوحدات الأمنية المتمركزة في المنطقة واللي استعملت الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريقهم. وشفنا فيديوهات البارح اللي تقولوا ليه ما تضربش، رو فما صغار رو فما عائلات، معناها بالغاز يضرب بالغاز مش يؤدي الى اختناق، يعني خطروا في حي سكني وحي التضامن تعرفوه اللي هو حي مكتظ يعني وحي شعبي. فكنت فما يعني حالة من الغضب، المحتجين عمدوا الى اغلاق الطرقات الى اضرام النار في القمامة قبل ما تدخل الوحدات الامنية لتفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع. هالاحتجاجات هذه كلها تفكرنا بتقريبا في كل عام، في كل عام في الأشهر الأخيرة من العام تكون فما احتجاجات. في السنوات الأخيرة كانت تفكروا ديما نوفمبر ديسمبر جانفي سورتو شهر جانفي ديما تكون فما احتجاجات كبيرة ومطالب وغضب شعبي وغيره، هذا تقريبا متعودين عليه عنده مدة. البارح زادة صارت في العشية تجمع لعشرات الأشخاص قدام المسرح البلدي في تونس العاصمة، أيضا وقفة تضامنية مع ضحايا الهجرة إلى الخارج، طالبوا المحتجين الدولة باش توفر المعلومات على المفقودين في الهجرة السرية وبمراجعة الاتفاقيات متاع الهجرة الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي لمزيد ضمان حقوق المهاجرين. اليوم مجدي الكرباعي النائب السابق في البرلمان المنحل وعند دائرة إيطاليا يقول بأن الدولة التونسية مصحة اتفاقية مع إيطاليا أنه ترحل التوينسا اللي يوصلوا غادي تنجم ترحلهم بمقابل مادي، يعني تاخهم بعد الدولة مقابل مادي، اللي يقول هو حكاية فارغة في نهاية الأمر. صحيح هي كي تشوفوا أنت مبلغ كبير ولكن هو حكاية فارغة بين الدول، وهذا يقول أنه لاحظوا بأنه مثلا إيطاليا عدد المرحلين من تونس يكون كبير في 1200، تلقى 14 جزيري و20 مروكي مثلا نروحوا بهم، لخاطر احنا عاملين اتفاقية معهم انه التونسي اللي تلقاه تروح به. فاليوم او البارح في الوقفة قالك لازم يتم مراجعة الاتفاقيات متاع الهجرة، والتونسي اللي تمرمد وصل غادي اذا وصل بعدك الهجرة الرحلة المحفوفة بالمخاطر اذا وصل فكي باش ترجعوا ما حلتلوش مشكلة، انت زدت معناها عقدت المشكلة بالنسبة لي، تور هو وصل بعد عناء طويل غادي وبعد ترجعوا يرجع كما البارح كأنه ما صار حتى شيء. دونك هوني الدولة لازم الطالب باش الشاب اللي خرج غادي يلزم فما حل تعطيه إيطاليا، يلزم ما نعرفش هي والدولة ولا اتفاقية ولا اللي يصير وقت اللي يوصل غادي أو مواكي باش ترجع وباش تضمن له حاجة في تونس، سينو هو باش يعاود يحرق إذا وصل مرة أخرى. ف
فبالتالي معناها برشا جمعيات البارح وأسر المفقودين في الهجرة كلهم خرجوا في الاحتجاجات على خلفية التحركات الاحتجاجية اللي صايرة في معتمدية جرجيس من ولاية مدين، وهي اللي عاودت هكا ذكرت بالحكاية. وبالتالي لازم يتم معناها أخذ عدة إجراءات من أجل أنه يحمي الشباب التونسي، وحتى كان يعني حتى كان وصلوا لإيطاليا ولا باش يروحوا بيهم، لازم فما حل يتقدم للأهالي في كل المناطق يعني في تونس. به نلقاو حركة النهضة طبعا سياسيا المعارضة، وهذا عادي يعني إنه المعارضة ديما تستغل الواقع اللي هو مرير وباش تحرج به الخصم السياسي. البارح حركة النهضة هبطت كومينيكي عبرت على إدانتها فيما أسمته هي سياسة التعتيم المتعمد لسلطة الانقلاب تجاه الرأي العام عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية المتدهورة. في هذا السياق يظل فما شبه اتفاق ولا اتفاق واضح من كل الأطراف اليوم حتى المساندين لرئيس الجمهورية إنه فما سياسة تواصلية مش باهية تجاه التوينز. البارح فيديو هبطته فاطمة المسدي اللي هي مساندة مسار 25 جويلية واللي هي مترشحة للانتخابات، وشفنا واللي هي رافعة معناها ضد الأخوين قضية في ملف التسفير، هبطت فيديو قالت فيه إنه تطلب من رئيس الجمهورية إنه يخرج ويحكي مع التوينز ويقول لهم شنو اللي صاير اليوم. التوينز فما حالة غضب، فما حالة احتقان، فمش مواد أساسية، فما ارتفاع في الأسعار، تشد الصف على كيلو سكر، وإذا كان لقيته تشد صف في الكيوسك على الليسانس، معنى فما مشكلة كبيرة. فلازم تحكي، لازم تحكي تقولوا شنو صاير، لازم تطمنوا، لازم تتكلموا، لازم خطاب، لازم أي حاجة معنى باش التونسي يحس اللي فما بلاد وفما سلطة وفما رئيس وفما حكومة وكل شيء. فهوني زادة حركة النهضة تقول تتهم معناها السلطة بسياسة التعتيم كما تقول هي. حذرت حركة النهضة في البيان متاحة من مخاطر المواصلة في التمشي هذية اللي وصفته بالخطير، واللي تعكسه حسب البيان عدة مؤشرات سلبية على غرار نسبة النمو اللي من المتوقع أنها ما تتجاوزش 2.2%، نسبة التضخم اللي وصلت ل 9.1%، مخزون العملة الأجنبية اللي انخفض إلى 107 يوم توريد، العجز التجاري القياسي 19.24 مليار دينار، واضطرار ألاف المؤسسات الاقتصادية للغلق بسبب انسداد أفق الاستثمار. كما زاد حذرت حركة النهضة من غموض فحوى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفقدان النظام لثقة المنتظم الدولي نتيجة تهميش الأولويات في الإصلاح في إصلاح الأوضاع ومحاولة تركيز حكم فردي مطلق يقوض الحريات والديمقراطية على حد تعبيرها. ونذكره هني أنه عبير موسي في الأيامات اللي فاتت بعثت رسالة مسائلة إلى قصر قرطاج فيها طالب فيها بأنه الحكومة والرئيس ينشروا الوثيقة نتاع التفاوض مع مفاوضة مع صندوق النقد الدولي، خلينا نشوفوا شنو فيها. وفيما يتعلق بالميزانية نتاع 22 والميزانية التكميلية وميزانية 23، أيضا علقت النهضة على اللي صاير في جرجيس، تقول بأنه تحمل السلطة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتواصل المعاناة متاع المواطن اللي ولا يعيش أزمة وقود، أصابت البلاد بالشلل، النقص الفادح في المواد الغذائية الأساسية، تهرئة المقدرة الشرائية بشكل عمق، الأحساس العام بغياب الدولة، فقدان الأمل من إصلاح الأوضاع، مزيد من نسبة الهجرة بكل الوسائل المشروعة. وهذا رد على بيان رئيس الجمهورية انه قال لازم نبحثوا في سبب الظاهره هذه. وتقول انه هذه حركه النهضه تقول هالعوامل هذه كل باش تؤدي في الاخير الى كوارث اجتماعيه كبيره، اخرها ماساه جرجيس والمهديه زاده اللي انتشلوا فيها 15 جثه البارح ومعناه هزوهم للطب الشرعي. به حركه النهضه تحكي على برشا مواضيع في البيان نتاعها وتحمل رئيس الجمهوريه المسؤوليه،
وتستنكر ما قالت أنه حملت تشويه طالة المجالس البلدية، خاصة تحكي على خطاب رئيس الجمهورية ومحاولة استهداف الحكم المحلي اللي يمثل أحد أهم مكتسبات الثورة، وتستنكر بشدة تعطل الدراسة في عدة مؤسسات وبقاء تقريبا 400,000 تلميذ وتلميذة في الدار ما قراوش إلى حد الآن لخاطر فمش مدرسين، والجامعة العامة للتعليم الأساسي كانت هي اللي نشرت الأرقام هذه وحكيت عليهم بسبب التشغيل الهش وغيرها. فاليوم كل المشاكل اللي موجودة في البلاد ضمنتها حركة النهضة في البيان متاحة إلى جانب الاحتجاجات اللي تستوجب تدخل أقوى من رئيس الجمهورية. كيفاش أقوى؟ يكون مطمئن أكثر للتوينسة ويكون قريب أكثر للتوينسة باش التوينسة يحسوا بطمأنينة.